تحديث ويست لاند اللي فات داونز مسيسيبي، تحديث هو 3/4، كان في حاجه مهمه جدا وهي التعديل على البيوت اللي احنا بنهجم عليها. عشان كده احنا النهارده قررنا ان احنا هنهجم على قاعده من القواعد، فقلنا طبعا نروح نشتري قاعده جديده. هنروح طبعا لكورابيل ونشتري القاعده ب 200 عمله فضيه، وهيظهر لنا قاعده على الخريطه اللي هي بتاعه باراجون دي، هي دي اللي هنهجم عليها النهارده. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم ايجيبشن جيمرز وولد، وحلقه جديده. وبعد تحديث داونز مسيسيبي شفنا القواعد اتحدثت، فقلنا لازم نهجم على قاعده من القواعد، وشفنا ازاي نشتري خريطه من كورابيل. والناس برضو بتسال على الخرائط نجيبها منين، او القواعد لما بتختفي نجيبها منين. بنروح نشتري خريطه من كورابيل، بتبيع واحده كل اسبوع. والنهارده هنشوف الهجوم على القاعده. طبعا بنفكر اي حد بيتفرج علينا كده، احنا قربنا ال 2000، فعايزين نوصل ل 2000 باسرع وقت. ندوس على زرار السبسكرايب او المتابعه للقناه عندنا، ونشغل الجرس عشان يجيله تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا، ونروح طبعا نستعد. شفنا يمكن الفيديو اللي فات لما جينا نهجم على قاعده، يعني للاسف القاعده صرفنا 28 وحده ديناميت، ولكن ما طلعناش ببلوت يعني محترم خالص. المفروض ان الكلام ده اتحدث، فروحنا اشترينا خريطه وهنبتدي نشوف الهجوم النهارده هيكون عامل ازاي. هم قالوا يمكن قاعده اتحسنت واللوت اتحسن، فهنبتدي نشوف القاعده نفسها باراجون دي اللي احنا اشتريناها. وهو ده الفيديو يمكن واضح من عنوانه، ان احنا هنهجم على قاعده باراجون النهارده بعد التحديث، وهنشوف بقى القاعده نفسها عامله ازاي. طبعا واخدين، يعني انا واخد 25 وحده ديناميت احتياطي برضو عشان نشوف الهجوم هيكون عامل ازاي. القاعده يمكن ظهرت في نفس المكان اللي احنا هجمنا فيه على القاعده اللي فاتت، ولكن القاعده اللي فاتت يمكن هتلاقوا الفيديو في اخر الفيديو ده، هنلاقي فيه الهجوم على القاعده اللي فاتت، ويمكن اللوت ما كانش قوي قوي. طبعا بنخش نستنى نشوف اذا كان في حد هيجي مدافع ولا لا. مش كل القواعد بيكون فيها حد بيدافع، فدي نقطه لازم ناخد بالنا منها. اول ما نخش كده نستنى ونشوف حد هيجي يهجم علينا ولا لا. لو حد هيجي يهجم علينا نقتله الاول، بعد كده نبتدي نهجم على القاعده. انما لو مفيش حد موجود يبقى خلاص كده القاعده امان ونقدر نهجم عليها. الصراحه انا كنت داخل تايه، مش عارف اروح فين، مش عارف اروح في حاجات بره يمكن، وفي حاجات جوه، ولسه مش عارف هنستخدم ديناميت قد ايه. اول حاجه كده طاوله اعشاب ابتدينا نلاقي فيها علاجات. طبعا الديكورات احنا ممكن نكسرها، ولكن هي مش هنستفيد حاجه قوي. فيعني انا عامه ما بحبش اكسر اي حاجه وخلاص. الحداده يمكن ما فيهاش اي حاجه. طبعا هو محطوط هنا ديكورات، الديكورات للاسف ما نقدرش ناخدها وما نقدرش نكسرها. يعني لو حبينا نكسر مثلا اللي على الارض دي ما نقدرش نكسرها. طبعا نقدر نكسر الحاجات اللي موجوده بره، واكياس الرمل دي نقدر نكسرها بسهوله. انا قلت الف لفه كده ونشوف المباني اللي بره، نشوف الحاجات اللي بره قبل ما نبتدي نستخدم الديناميت. الديناميت كله في العربيه. يمكن المره اللي فاتت الحاجه الوحيده اللي استفدنا منها هي ان احنا طلع لنا خزنه، ولكن الخزنه يمكن ما بيبقاش فيها موارد قويه قوي. في اهو هنا البير هنشوف. طبعا بناخد بالنا من في حاجات مستخبيه هنا، فناخد بالنا مجفف الجلود يمكن ما فيهوش اي حاجه نقدر نعدي من هنا. فيعني نلف لفه كده حوالين القاعده. يمكن هنا دي بتتكلف 3 ديناميت، يعني ناخد بالنا لما نيجي نقف. انا معيش ديناميت دلوقتي، فبيقول لي يتطلب 3 ديناميت. ناخد بالنا من النقطه دي عشان برضو نبقى عارفين كل واحده بتتفتح بكام. ادي 5 سمكه اهو، كويس. نقدر نفتح هنا، يعني احنا كده عندنا في حته ب3 وحته ب2، ودي بتتطلب ديناميت واحده بس. فيعني ناخد بالنا من الفروقات دي. وطبعا لو معايا ديناميت هبتدي استخدمه على طول، انما لو معيش ديناميت لازم اشوف الاماكن اللي انا هبتدي افتح فيها الاول عشان ما افتحش على الفاضي. طبعا الترابات او الفخور اللي موجوده دي لو عديت عليها هتاثر عليا. هنشوف كده برضو، نعدي على واحده، خلينا كده نطلع الحاجه اللي معانا دي وناخد بقى الديناميت كله اللي معانا. يعني ناخد 2 كده، نروح نشوف الاول الباب ده عشان برضو الواحد داخل. انا الصراحه كنت داخل قلقان، يعني مش عايز برضه اخش افتح في كل حاجه، ولكن مثلا لقيت ان دي بتتفتح بديناميت واحد فامان ان انا اخش. ماشي، هناخد المدويه دي، ممكن نبقى نفككها، تطلع لنا برضه عناصر، تطلع لنا اي حاجه. ماشي، يعني كويس ان انا برضه فتحت حته بديناميت. تعالوا نفتح هنا، طبعا دي ما خدتش بالي منها، ممكن نبقى نلاقي فعلا شوفان، ولكن واحده بس.
المفروض يعني شفته هنا لما دوست على الفخ يعني اتصبت، ولكن الاصابات بتبقى خفيفه. هو معمول اكتر لان هو يقلل الهجوم او يبطئ الهجوم شويه، مش لازم ان احنا نتاثر جامد. مش عارف بقى ايه رايكم، نفتح اللي بتلاته دول بيتكلف 3 ديناميت والتانيه بتكلف 2 ديناميت، يمكن اللي بره دي بس هي اللي بتكلف 1 ديناميت. فخلينا نشوف، خلينا نفتح يعني ناخد الديناميت كله، ناخد نحط الشوفان مع الحصان كده كده احنا بنحاول نوفر اماكن. لا انا مش عايز اخرج بره، هو طبعا بمجرد ما لقاني خرجت بره قال لي اكسر الجدران. خلينا نحط الحاجات دي هنا وناخد الديناميت كله اللي معانا كده، احنا معانا 24 واحده ديناميت استخدمنا واحنا بس. هنشوف في اخر الفيديو احنا استهلكنا كام، احنا شفنا المره اللي فاتت استهلكنا 28 واحده وفي الاخر ما طلعناش لوت. خلينا نقدر نهجم هنا على الثلاثه ونقدر نهجم على الاثنين، ولكن انا عايز اكسر طبعا ناخد بالنا لان انا كنت هحط الديناميت في الشباك. انا عايز افتح من ناحيه الباب احسن، اولا مش عارف نفتح من ناحيه الشباك، خلينا نفتح من ناحيه الشباك بلاش الباب. يعني هما كده كده الاثنين بيكلفوا واحد، هيكلف كده كده ثلاثه، ولكن الحوائط هي اللي ممكن تتكلف اكتر. يعني كويس ان هو بقى في اكتر من حاجه جوه المبنى الواحد او جوه الفتحه الواحده، تمام. فدي برضو نقطه كويسه. ده يعني دي اول كده النظره مبدئيه كده للموضوع. هنا الحجر هنسيبه دلوقتي عشان معيش اماكن، طبعا انا مخزن الديناميت معايا. ماشي، خلينا بس كده نفتح الحاجه ونشوف هل هنشوف يمكن في خزنه اهي، فبرضو الخزنه كويسه. خلينا نفتح نكمل اللي بالثلاثات دول، لان الثلاثات دول انا اعتقد ان دي اقوى حاجه في البيت، فاكيد هيبقى اكبر لوت موجود جوه. في صناديق كتير، ويمكن ده بقى الملحوظ، ان الاول كنا بنفتح حاجه واحده بس ونفتح نلاقي حاجه واحده بس، وساعات كنا نفتح حيطه وما نلاقيش حاجه. دي برضو هم خدوها من الفيدباك بتاع الناس، يعني الناس كلها لما اشتكت قال لك لا تعالوا نبص، شافوا فيديوهات برضو، يعني يمكن شافوا الفيديو اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، لقوا اتكلفنا 28 ديناميت وفي الاخر ما طلعليش حاجه، طلع لي خزنه وطلع لي حبه حاجات صغيره. فاللي هي قال لك لا، طب احنا مش معقوله الناس تبقى بتهجم وبتدفع ثمن الخريطه وفي الاخر ما يستفيدوش حاجه، يعني كمان بنتكلف ديناميت وكمان ما بتستفيدش حاجه. كمان هنشوف المتانه لما نوصل لل الحاجات اللي فيها متانه، زي مثلا الاسلحه، زي يمكن ده بتاع الاسلحه اهو. المتانه يعني ما زادتش قوي، يعني قالوا ان المتانه اتحسنت، يعني انا مش شايف انها اتحسنت قوي، خصوصا ان الاسلحه اصلا مستواها مش قوي، يعني دي نقطه برضو المفروض هم ياخدوا بالهم منها. يعني انا مثلا لو مش يعني هم مش هيخسروا حاجه لو لقوا مثلا، لو فتحت لقيت خندق لقيت سكوفيلد مثلا، حتى لو مستوى واحد وعايز يتصلح، فممكن استخدمه شويه وابقى بصلحه، فيبقى الناس طمعانه في ان هي تهجم اكتر، خصوصا ان احنا دلوقتي بقينا نستهلك ديناميت. يعني لحد دلوقتي احنا مستهلكين كميه كبيره من الديناميت. فتحنا يمكن الحته الاقوى في البيت، طبعا انا لسه هلم الكلام ده كله، ولكن هنشوف هنا طبعا الخزنه اللي موجوده. يعني لقينا خزنه ولقينا لوت، لحد دلوقتي انا شايف ان اللوت كويس معقول. في الاخر خالص هنشوف بقى كميه الديناميت اللي احنا استخدمناها وهل اللوت يكافئ الكلام ده ولا لا. برضو عشان الناس تبقى فاهمه، يعني ما هو ستيل في الاول وفي الاخر انا لو بعمل الكلام ده فاحنا كده كده بنعمله عشان احنا اوريدي بنستفيد من الفيديوهات وبنستفيد ان احنا الناس تتفرج. ولكن هل كلاعب عادي، كلاعب كاجوال، الراجل بيلعب براحته، هل هيستفيد اكتر ان هو يهجم على قواعد ولا لا؟ عشان كده يمكن بقول لكم لو انا بهجم على قواعد عاديه، مثلا عامل حساب جديد وابتديت اهجم وابتدى يطلع لي مثلا سكوفيلد في الاول، بلاش مش هقول سكوفيلد عشان سكوفيلد يعتبر من اقوى الاسلحه اللي موجوده. خلينا مثلا نقول لو بهجم ولقيت مثلا يعني سلاح مثلا في حدود 400-500 في المستويات الاولى هيبقى كويس، فهبتدي اهجم، فهبتدي اصرف عشان اصلحه مثلا، عشان هو متانته مثلا النص وانا استخدمته شويه، فهبتدي يبقى فيه هجوم اكتر، يبقى فيه تمتع من الناس الجديده. يعني هنا الاسلحه دي الواحد مبتدي جديد كويس والله معقوله، يعني اسلحه كلها الى حد ما في المعقول، ولكن
لمستويات عالية، ما يعني كل الأسلحة دي أنا مش هستفيد بيها، أنا مش عايزها أصلا. أولا أنا معايا مخططات أعلى منها، يعني ممكن تلاقي المخطط اللي أنا واخده اللي هو واحد، ممكن يبقى أنا معايا مثلا مخطط 10 ولا 20، فاللي هو أنا أصلا يعني هاخدها ليه؟ ما أنا مش مستفيد بيها حاجة. خلونا نفتح هنا من عند بقى ايه، احنا كده خلصنا الحته اللي بتتكلف 3 ديناميت، وخلينا هنخش بقى على الحته اللي بتتكلف 2 ديناميت. فتحنا من ناحيه الباب، خلينا كده برضو نكسر الحاجه ادي ماشي، ناكل كده عشان الواحد يبقى عنده باور يكمل البيت ده. برضو هنا الدروع الى حد ما هي كويسه، يعني كمستوى متانه بتاعتها هي كويسه، ولكن هي ما زادتش. ناخد بالنا انا كده فاضل لي 13 ديناميت معايا، يعني احنا اتكلم لحد دلوقتي استهلكنا 12. خلينا نعدي من الناحيه دي، نبص كده الناحيه دي هل في حاجه في هنا برضو، اوضه كده لوحدها، خلينا نفتحها هي دي الاول. نفتح حاجات الفيجار، ما اعتقدش ان هو هيبقى فيها حاجات كتير، لان اللي في الجنب غالبا احنا يعني كبسوني صراحه ما فيهاش حاجات كتير. ايه ده، فيها حاجات كتير جدا، يعني اوضه واحده اهي اتكلفنا 2 ديناميت، لقينا فيها كمية حاجات كبيرة، فده شيء كويس. لقينا فيها ورش، ولقينا فيها يعني صندوقين اهو، في اهي المتانة هنا، المتانة على الاخر، فمثلا لللبس ده، للجاكيت ده، فده كويس، ولكن مش باقي الحاجات، الاسلحة، ويمكن الدروع كمان اللي احنا شفناها ما كانتش قوية قوي. ناخد بالنا طبعا من المربعات الصفراء دي، لقيت واحدة ديناميت اهو كويس. مش عارف، احنا كده يمكن فاضل لنا الحتة اللي تحت دي، ولكن الواحد مش عارف يروح فين. خلينا كده، طبعا في الشجرة اهي يمكن موجودة. طبعا الاسطبل للأسف لسه ما بناخدش منه حاجة. خلينا نكمل كده، نفتح البيت، احنا كده كده لسه معانا ديناميت، فخلينا نفتح بقى بيت البيت. يعني احنا كده واضح ان احنا هنقفل البيت، هنفتحه كله بكميه الديناميت اللي معانا دي، خصوصا ان هو زي ما انتم شايفين كده، يعني انا فتحت من الناحيه دي ففتح لي الاوضتين اللي جنب بعض ماشي. برضو المفروض يزيد هنا، مش معقوله خمسه، الخمسه دول احنا بنعملهم من الخشب اللي هو الفحم العادي ده، احنا بنعمله بالخشب فمش هستفيد منه قوي. في خمسه شوفان اهو، يمكن ده اكتر حاجه مهمه هنا. طاوله النجاره 11 ماشي كويسين. كده فاضل حته واحده بس، بتهيألي هي دي اللي احنا محتاجين نفتحها، بتهيألي هتبقى برضو محتاجه 2 ديناميت بس. هو كده فاضل الأوضة دي بس، وبالتالي كده احنا خلصنا البيت، يعني ده شيء كويس. انا كده رجع بجزء من الديناميت، عايزين نخش ولكن الصندوق موجود. دي بقى النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، يعني ساعات لما بنيجي تفتح من عند الحوائط، من عند الشبابيك عفوا، بنلاقي حاجة قدامنا، في حديد برضو، مش كمية كبيرة ولكن في المعقول. هنا برضو ورشة أسلحة، يمكن المتانة هنا بتاعتها بتاعت السلاح أقوى حاجة. مش عارف كده احنا يعني إلى حد ما بيتهيألي كده احنا خلصنا الفتح كله، استخدمنا كل الديناميت اللي مش كل الديناميت اللي معانا، احنا كل الديناميت عشان نقدر نفتح البيت زي ما انتم شايفين كده. خلينا نلف لفة نشوف هل في حاجة تانية مقفولة، بيتهيألي كل الحوائط متكسرة أو كل البيبان، كل الأوض مفتوحة، وبقى فاضل معايا 7 موجودين. تمام، لسه ما خدتش اللي موجودة في المعمل، يعني لقينا واحدة في المعمل وانا كان معايا 25، يبقى هما توتال 26، راجع ب8، يبقى استهلكنا تقريبا 16 واحدة. محتاج ان انا افضي، محتاج ان انا اروح لمكان افضي، لان انا معايا الخزنة. هي يعني مشكلتي دلوقتي في الخزنة، انا مشكلتي دلوقتي مش في حاجة. خلينا نبص بصة برضو من بعيد كده، نبص هل في حاجة ممكن تتفتح. طبعا ناخد بالنا من فوق، يعني ما اعتقدش ان الفخ هيأثر فينا قوي، بيقلل 80 من القوة. هنا برضو هنا الاسطبل طبعا ما نقدرش نكسره، ما نقدرش ناخد منه حاجة، ودي نقطة برضو انا عايز ان هم يزودوها. يعني لما يبقى في اسطبل ما انا ممكن اكسره واخد حاجة من حاجات الحصانة، لان الحاجات دي برضو هتفيد الناس. هنا برضو ما اقدرش اخد الحاجة اللي موجودة اللي هي الديكور اللي موجود، ولا اقدر اخد مثلا السجاده اللي على الارض دي، ما اقدرش اخدها ولا اكسرها. انا مش محتاج اكسرها، انا محتاج ان انا اخدها. خلينا نخش للصندوق ده ونحط بقى مجموعه من الحاجات اللي كانت معانا كده. خلينا نحط الديناميت او نملى كده الصندوق ده بحاجات، ونروح نودي الخزنه نفتحها، نفتح الخزنه عند الراجل اللي في المدينه، ونرجع ناخد بقيه اللوت اللي موجود.
عشان برضو نشوف الخزنة نفسها هيكون جواها ايه. يمكن اغلب الخزن بتبقى فيها 5 موارد، هنشوف ال5 موارد اللي موجودين ايه. وهنرجع تاني، ارجع تاني للبيت، ابتدي اخد بقى الحاجات اللي موجودة. ناخد بالنا من نقطة، عشان برضو الناس اللي ما بتهجمش كتير، احنا البيت بيقعد ساعة. خلينا كده نروح، نرجع نروح للمدينة، هنركب الحصان ونروح ناخد العربية. طبعا بنستهلك شوفان، فناخد بالنا من النقطة دي. يبقى احنا كده بنستهلك ديناميت وشوفان والفضة بتاعت الخريطة. هسيبها هنا عند الراجل أليسون، تمام. ودي انا هفتحها في 24 ساعة، انا مش مستعجل عليها، خصوصا ان انا مش هاخدها دلوقتي. هنرجع تاني للبيت، انا مش هاخدها دلوقتي لان في الاول وفي الاخر انا مش لسه عايز الم موارد كتير، فمش محتاج ان انا اخدها دلوقتي من خمس اخر 5 اماكن اخدهم يبقوا شاغلين اماكن عندي، خصوصا ان انا ما رجعتش البيت، انا رحت لحد المدينه. يمكن ده عشان اقرب بيت للمدينه، فيعتبر او اقرب قاعده للمدينه، فسهل ان انا اروح المدينه افتح الخزنه وارجع. لو احنا مثلا الناحيه التانيه او احنا بعد الكوبري، هيبقى الموضوع مكلف، هيبقى مكلف في الشوفان كمان. فاحنا كده احنا بنستهلك شوفان، بنستهلك فضه عشان الخريطه، او يعني بالترتيب كده هيبقى الفضه عشان الخريطه الاول. بعدين بستهلك شوفان عشان اخد العربيه واخد الديناميت وانا رايح، بستهلك ديناميت كتير وانا رايح الى حد ما قل عن القاعده اللي فاتت. القاعده اللي فاتت احنا صرفنا 28 وحده ديناميت، وفي الاخر انا ما استفدتش حاجه. هنا لحد دلوقتي انا يعتبر استهلكت 16 وحده، فراجع لسه معايا ديناميت، فنقدر نهجم على قواعد تانية. زي ما انتم شايفين كده اللوت بقت العربية و المكان اللي معايا في الشنطة، ودي برضو نقطة. الشنطة اللي معايا بتشيل زي العربية، دي برضو نقطة من النقط اللي لازم ياخدوا بالهم منها. الحصان بيشيل 4 بس، مش معقولة ابقى انا بشيل 25 حاجة والحصان بيشيل 4، يعني مش معقولة. برضو دي نقطة تانية، ويمكن اتكلمنا في النقطة دي واتكلمنا في الفيديو اللي احنا كنا عاملينه عن افكار للتحديثات المستقبلية، او الحاجات اللي احنا مستنيين ان هي تنزل او طالبين ان هي تنزل. طبعا الفيديو لما يمكن بعته للمطورين، ويمكن المطورين اغلبهم بيتفرج. طبعا احنا برضو عشان الناس تبقى فاهمة، المطورين مش قاعدين معانا، يعني هو مش قاعدين معايا وانا بقعد اتكلم معاهم طول الوقت، لا انا ببعت لحد المسؤول عنهم عن السوشيال ميديا بقى واليوتيوب والكلام ده. هو في واحد مسؤول عن الديسكورد والفيسبوك والكلام ده، فهو ده اللي انا بتكلم معاه. هو بينقل الافكار وبينقل الفيديوهات. لو في فيديو مثلا، يعني انا مثلا قلت له حاول تخلي الناس تتفرج على الفيديو ده، و حتى عشان كده الفيديو ده يمكن انا كنت حاطط له شابترز كده عشان يبقى فيه الحاجات نفسها اللي احنا بنتكلم عليها تحت، بحيث ان هو تديهم فرصه يشوفوا الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها. وعجبهم جدا، ولكن مش برضو ما اقدرش اقول ان هم هينفذوا افكار منه، يعني مش لازم ينفذوا افكار منه. فدي برضو نقطه من النقط اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في الفيديو، ان احنا كده كده اللعبه بتنتقل الى ان هي تبقى حقيقيه اكتر، بيحسنوا الحيوانات. يمكن شفنا في التحديث ده، يمكن اكتشفوا ان الشجره بتاع الاركس ده ما اسموش اركس اصلا، اسمه العلمي مش اركس، اسمه سارو، فغيروا اسمه. الحيوانات يمكن بيعدلوا فيها بحيث المنطقه، وبيعدلوا في اساميها. ده قطب، ده الدب ده مثلا بتاع الحته دي، فيبقى مسميه اسم معين. لا دي مثلا الـ زي ما هم كانوا نازلين في الفيديو، القطط الكبيره شويه، النمور والحاجات دي، بقى بيعدلوا في اساميها. فانتوا اوريدي بتعملوا او ماشيين في خط انكم بتعملوا او بتخلوا اللعبه حقيقيه اكتر، فيبقى لازم برضو في نفس الوقت تخلوا العوامل اللي تخلي الناس تتبسط باللعب، وتبقى برضو تحس ان الموضوع حقيقي. يعني مثلا قصه الديناميت، في ناس برضو كانت بتتكلم عن قصه الديناميت، ازاي انا بفجر ديناميت وافضل واقف قدامه والباب ينفجر وانا ما يحصليش حاجه. ما هو برضو احنا عايزين تبقى في الاول وفي الاخر لعبه، لو انا ما خدتش بالي قمت حاطط ديناميت وانفجر فيا ومت، مش هتبقى طبيعي. هي سهله ان هم يعملوها، لان اوريدي في الراجل اللي هو في الاماكن بتاع قطاع الطرق اللي بيحدف علينا ديناميت ده وبيأثر فينا، فهو سهل ان هو يخليها تضرك.
ولكن مش هي دي مش دي الحته اللي احنا بندور عليها في ان اللعبه تبقى حقيقيه او لا. تمام، احنا بندور على حاجات تانية، يعني بندور على حاجات تبقى تخلي اللعبه امتع برضو ومش ارخم، وهي دي النقطه. هم مش عايزين اي حاجه يخلوا اللعبه تبقى بترخم على الناس. هم عايزين ناس تصرف، عايزين ناس لو عايزين يشحنوا يشحنوا. يمكن الاسعار، ان في ناس كتير بتشتكي من الاسعار، تمام اوكي، مقبول ان في ناس بتشتكي من الاسعار، ولكن ناخد بالنا برضو ان اغلب الناس دي عايشه بره او في اوروبا في امريكا في الكلام ده، فبالنسبه لهم مثلا، يعني احنا بالنسبه لنا مثلا 10 دولار بالنسبه لهم هي 10 جنيه، كانها عندنا في مصر 10 جنيه، ولكن احنا عندنا في مصر معرفش سعر الدولار كام دلوقتي، 17 ونص ولا 18 حاجه كده، فال 10 دولار دي ب 180 جنيه، فبالنسبه لنا لا مبلغ، فانا ممكن ما اشحنش مثلا السيزون او ما اشحنش ما اعملش الفي اي بي لمده شهر، ولكن بالنسبه لهم بره هو واحد في امريكا بيدفع 10 جنيه خلاص قشطه 10 جنيه وبلعب وبستمتع خلاص تمام. طبعا انا مع دفع الارقام لو قليله طول ما الناس بتكسب، او حتى لو حد لسه الناس الطلبه وكده ستيل هو بينزل. طبعا هنا الشجره ما اقدرش اخدها وما اقدرش اعمل فيها حاجه. انا اقصد ان ايه، ان مثلا هو رايح الجامعه بياخد فلوس، فلو حب مثلا يدفع يوفر منهم 10 جنيه عشان يدفع مثلا حاجه تساعده في اللعبه، تمام 10 جنيه في الاول وفي الاخر كانه اشترى اي حاجه ياكلها، اشترى حاجه يشربها. ولكن لما يبقى رقم ضخم هيبقى صعب، ولكن طبعا دي عشان يظبطوها لنا احنا في الدول العربيه هيبقى صعب، لان هو ستيل في الاول وفي الاخر هو بيتارجت ماركت عالمي، هو ما بيتكلمش في حاجه موجوده في حته معينه، فهو ستيل هو بيحطها ستاندرد على كل الناس. مثلا ال 10 دولار بالنسبه لنا احنا ممكن تبقى 180، ممكن لحد تاني تبقى رخيصه وهكذا. طبعا انا مش ببرر لهم ولا بقول، ولكن بنتكلم مع بعض، يعني بفهمكم برضو الفكر عامل ازاي للناس دي. يعني الناس دي هو في الاول وفي الاخر هو عامل الشركه عشان يكسب، بيكسب بقى من اعلانات، بيكسب من ان في ايا كان الدعايه، اسلوب الدعايه بتاعه، انه بياخد مثلا نسبه من جوجل لما الناس تنزل، لان هي الالعاب برضو اللعبه ببلاش بغير الالعاب مثلا اللي موجوده على الستورز مثلا سواء ابل او جوجل عامه. يعني ما لو العاب بفلوس فاوريدي هو اللعبه انت بتشتريها بفلوس، لا لو لعبه ببلاش هو بيبقى معتمد اكتر على ان اللعبه تبقى في عليها ترافيك اعلى، ممكن يجي لها اعلانات، يجي له الكلام ده. فهو برضو في الاول وفي الاخر هم مزنوقين في القصه دي، هو عايز يغلي حاجات وعايز يكسب، ولكن في الاول وفي الاخر الدنيا لازم تبقى فيها بالانس عشان الناس تقدر تستمتع وتقدر تفضل محافظه على اللعبه. اتكلمنا كتير يمكن بعيد واحنا بنلم بقيه الحاجه كده من البيت، معرفش انتوا كنتوا مهتمين بالكلام اللي بقوله ولا لا. كده احنا خلاص الحمد لله قدرنا ناخد اللوت زي ما انتوا شايفين كده، اللوت الى حد ما كويس، انا شايف ان اللوت كويس، كنت مستمتع وانا بهجم، مستمتع وانا بلعب. الديناميت رجعنا بجزء من الديناميت، انا كنت رايح ب 25 استهلكنا 16 بس، استهلكت 16 عشان في واحده لقيناها، دي كده كان الهجوم على براجون. وبمجرد ما بخرج بتبتدي الساعه تعد، ناخد بالنا من النقطه دي، طول ما انا بره الساعه بتشتغل. نرجع بقى اخر حاجه نروح لاليسون نشوف ده تاني يوم على فكره، عشان ده مش في نفس اليوم. رجعنا خدنا الحاجات اللي موجوده، صفيحه معدنيه وادوات من الصلب وثلاث انابيب عاديه وسيف، يعني السيف والليمات دول ممكن نبقى نفككهم. كده احنا هجمنا على القاعده، معلش الفيديو ده يمكن طول شويه عشان الهجوم خد وقت شويه، واستهلكنا حبه ديناميت حلوين كده، الراجل واقف بيفجر وراه هو حبه ديناميت. دي كده كانت الهجوم بعد التحديث، اعتقد ان الهجوم كويس معقول، ممكن يتحسن اكتر او ممكن يتحسن اكتر، ولكن الفيدباك الاولانيه ان هو كويس. طبعا بنفكر اي حد بيتفرج علينا ان احنا عايزين نوصل ل 2000 باسرع وقت، فاي حد بيتفرج علينا كده ومش دايس على زرار المتابعه يدوس عليه، وكمان يفعل زرار الجرس عشان يجيله تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا. واستنونا ان شاء الله فيديوهات تانية، ان شاء الله بننزل لكم فيديوهات على طول عن ويستلاند وبقيه الالعاب اللي احنا بنلعبها وقناتكم ايجيبشن جيمرز وورلد.